للمزيد حول تداعيات تفشي فيروس كورونا في العالم وللحديث عن ظهور بؤر جديدة أيضا يعني بعد الصين وإيطاليا وإيران والجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول أستاذ علم الأنسجة والخلايا واستشاري طب الأطفال الأستاذ الدكتور أمير بسام. دكتور أمير، بداية مرحبا بك. ما مدى تحصن الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا كما يشاع، يعني ولو صح تحصنهم ضد الفيروس، يعني من أين تأتي هذه المناعة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بداية بالنسبة لموضوع الأطفال، هم لاحظوا أن الأطفال دون العشرة لم يصب أي أحد منهم فيروس كورونا، وتعليل ذلك إلى الآن ليس واضح بنسبة 100%، ولكن بعض الأطباء علل هذا الأمر إن الأطفال بيحصلوا على مناعة من خلال التلقيح، برنامج التلقيح الإجباري الذي يتعرض له الأطفال على مستوى العالم. هذا برنامج التلقيح الإجباري اللي هو تلقيح للدي بي تي والبرتاسس وغيرها، هذا التلقيح الإجباري بيكسب الأطفال مناعة أكثر من غيرهم. هناك أيضا دكتور بؤر جديدة تنتشر في العالم بعد أن كانت الصين مصدر الفيروس، هناك إيطاليا، هناك إيران، هناك ألمانيا، هناك معظم دول أوروبا، هناك الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا الدول العربية. ما مدى إمكانية أن تكون دولنا العربية تحديدا يعني بؤرا جديدة ربما وخطيرة للفيروس؟ الإمكانية قائمة بنسبة 100%. تحدثت الآن الفيروس موجود في مصر بما يشبه الجائحة، يعني أصبح مصر أحد الدول التي فيها وباء كورونا خارج نطاق السيطرة، وإن كان الإعلام يبسط الأمور من إنكار إلى إثبات إلى تقليل الأهمية إلى الآن يقولون أن الأمر فيه خطر. مثل هذه على سبيل المثال، فالدول العربية ليست منعزلة عن العالم، ولكن المشكلة في الدول العربية أن الإجراءات الصحية فيها أقل من غيرها، فإمكانية أن تكون الدول العربية بمختلف أماكنها مقرى للمرض وردة وبصورة قوية، وخاصة المظهر في مصر يعني قلب العالم العربي. كما يعني تعلمون وكما يعني يكشف الإعلام أيضا أن الأنظمة الصحية في الدول الأوروبية هي أنظمة حديثة ومتطورة وقوية، ولكن الأنظمة بالنظر إلى الأنظمة الصحية في عالمنا العربي نراها يعني أنظمة متهالكة بحسب وصف الأطباء العرب. يعني هل هناك دور ربما ل هذه الأنظمة الصحية المتهالكة في احتمالية تحول العالم العربي لبؤرة للفيروس؟ دكتور، فقدنا الاتصال بالدكتور. نعم نعم، سمعت سؤالي دكتور. يعني في ظل الأنظمة المتهالكة، الأنظمة الصحية المتهالكة للعالم العربي، هل ممكن أن تكون في الأيام المقبلة الدول العربية متصدرة لبؤر الفيروس؟ الصوت غير واضح. إذن على أي حال نشكرك شكرا جزيلا. استشاري طب الأطفال الأستاذ الدكتور أمير بسام، شكرا جزيلا لك.